مرحبا ترحيب من صدق الشعور من ضنا الصالح الواكد بالحضور. مرحبا ترحيب من صدق الشعور من ضنا الصالح الواكد بالحضور. فاحتفال اليوم قد زاد السرور بالتخرج والفرح ما له مثيل. بالتفوق اثبت الخريجتين ان عقب الجهد نجل العلم زين. بالتخرج نالوا الكنز الثمين والشغايب الفخر فيهم دليل. هذه غاده عزمها مثل الجبال والصداره حقها في كل حال. والنعم باصرارها اخت الرجال نادره بالطيب والطبع الاصيل. والمدايح ما تليق الا بغدير لانها بوصفها في الناس غير. والتفوق هو في الاول والاخير تاج للي ما يهاب المستحيل. وام يوسف امه النبع الحنان الاصيله بنت الاجواد الكرام. عاليه من البشر قدر ومقام والشعر في مدحها يبقى قليل. هذا صالح اسم من نور انكتب هو ابوه والنعم بخير اب. صيته اللي لامع مثل الذهب بتظل ذكره جيل بعد جيل. للتخرج كل من شارك سعيد لان هذا اليوم كانه يوم عيد. يا عسى غاد وغدير الى المزيد والتقدم دوم يبقى له السبيل. مرحبا ترحيب صالح اسم النور انكتب هو ظهر والنعم بخير اب. صيته اللي لامع مثل الذهب بتظل ذكره جيل بعد جيل. في التخرج كل من شارك سعيد لان هذا اليوم كانه يوم عيد. يا عسى غاد وغدير الى المزيد والتقدم دوم يبقى لهن سبيل. مرحبا ترحيب من صدق الشعور من ضنا الصالح الواكد بالحضور. احتفال اليوم قد زاد السرور بالتخرج والفرح ما له مثيل. بالتفوق اثبت الخريجتين ان عقب الجهد نجل العلم زين. بالتخرج نالوا الكنز الثمين والشغايب الفخر فيهم دليل. هذه غاده عزمها مثل الجبال والصداره حقها في كل حال. والنعم بصرارها اخت الرجال نادره بالطيب والطبع الاصيل. والمدايح ما تليق الا بغدير لانها بوصفها في الناس غير. والتفوق هو في الاول والاخير تاج للي ما يهاب المستحيل. وام يوسف امه النبع الحنان الاصيله بنت الاجواد الكرام. عاليه من البشر قدر ومقام والشعر في مدحها يبقى قليل. هذا صالح اسم من نور انكتب هو ابوه والنعم بخير اب. صيته اللي لامع مثل الذهب بتظل ذكره جيل بعد جيل. في التخرج كل من شارك سعيد لان هذا اليوم كانه يوم عيد. يا عسى غاد وغدير الى المزيد والتقدم دوم يبقى لهن سبيل. مرحبا ترحيب من صدق الشعور من ضنا الصالح الواكد بالحضور. في احتفال اليوم قد زاد السرور بالتخرج والفرح ما له مثيل. بالتفوق اثبت الخريجتين ان عقب الجهد نجل العلم زين. بالتخرج نالوا الكنز الثمين والشغايب الفخر فيهم دليل. هذه غاده عزمها مثل الجبال والصداره حقها في كل حال. والنعم باصرارها اخت الرجال نادره بالطيب والطبع الاصيل. والمدايح ما تليق الا بغدير لانها بوصفها في الناس غير. والتفوق هو في الاول والاخير تاج للي ما يهاب المستحيل. وام يوسف امه النبع الحنان الاصيله بنت الاجواد الكرام.
الكرام عاليه من البشر قدر ومقام والشعر في مدحها يبقى قليل هذا صالح اسم من نور كتب هو ابوه والنعم بخير اب صيته اللي لامع مثل الذهب بتظل ذكرى جيل بعد جيل للتخرج كل من شارك سعيد لان هذا اليوم كانه يوم عيد يا عسى غد وادير الى المزيد والتقدم دام يبقى لهن سبيل والتقدم دام يبقى لهن سبيل.